نزار قرافي متفقد مركزي في وزارة المالية، رئيس الجمعية التونسية للمحاسبين العموميين. احنا تم تشريكنا في ولو انه في جلسة واحدة في إطار التحضير لمشروع الإصلاح الجبائي. كما تعرفوا هو كل بلاد تمر من مرحلة لمرحلة، من مرحلة انتقالية لمرحلة انتقالية أخرى، خاطر التأثير السياسي على الاقتصادي هذا يستوجب ديما وجود قوانين جديدة، يستوجب الوقوف على أخطاء الماضي وإصلاحها باش المستقبل يكون ما خير. من بين أسباب الثورة التونسية هو كانت المستوى الاجتماعي والاقتصادي المتردي، واللي الجيباية ما كانتش فعلا 100% تلعب دور تعديل وترشيد الموارد المالية وهك التمييز الإيجابي، اللي ثم جهات يلزمها برشا فلوس، ثم جهات مش ما يلزمهاش فلوس لكنها ثم جهات يلزمها حوايج أخرى. الجيباية ما كانتش قائمة برشا بالدور هذا، بل ربما بالعكس الجيباية في وقت ما كانت أداة وسلطة في بعض عباد باش يمارسوا أنواع من الضغوطات في خدمة السياسي. من هنا ربما جاء المنطلق متاع أنه لازم يصير إصلاح جبائي. الإصلاح هو عمل يومي مع كل يوم، كل يوم نصلح، خاطر كل يوم تنجم تكون عندي أخطاء، كل يوم تنجم تكون عندي نقائص، خاصة أنه القانون يتسم بكونه نظري، وقت باش نهبطوه للتطبيقي يستحق بعض التحسينات والتغييرات. ومن هنا جاء المنطلق متاع أنه ضرورة القيام بإصلاح جبائي. المنظومة الجبائية كان فيها ما هو جيد، لكن بطبيعة هذا يعنيش أنه كل كما كل عمل إنساني هو نجم يكون منقوص في بعض الحاجات، ثم حاجات كانت ربما ما الإداري ما يجمش يمسها، هي تهم السياسي أكثر. ومن هنا جاء المنطلق متاع أنه يجب يكون ثم إصلاح جبائي في إطار باعتباره أنه توا ولات ثم ديمقراطية حرية، نجم كل واحد يعبر على رأيه وباش تكون بصفة تشاركية. ومن هنا جاءت الرغبة هذه في القيام بالإصلاح الجبائي، خاطر احنا ديما قبل نوجه نقد كبير للجباية عن نظام التقديري هذايا والإشكالية والعائق الكبير اللي ديما موجود في تونس، هو النظام التقديري يسمى بسيستم فورفيتير. عندنا مشكلة الأعمال الحرة وقلة الرقابة، كلها كانت مشاكل موجودة. اقترحنا، قدمنا بعض المقترحات، عدد من المقترحات، ما راعني إلا سأقول حاجة ما ريتش منهم حتى حاجة موجودة في يوم الندوة، في التقديم تاع الندوة حتى شيء ما كان موجود من المقترحات هذه. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، أنا الحاجة اللي ربما استخلصتها هي الجباية كيفاش ما نحبوش يجوع الراعي يجوع الذئب ويشتكي الراعي، لكن في حال هل مشروع الإصلاح الجبائي هذايا اشتكى الراعي وجاع الذئب. علاش؟ خطر كي قلنا توا يلزم تولي أمور تشاركية، وما عادش المنطقة متاع أنا فيسك بوليس وغيري ربما يكون هو السارق وأنا باش نفيق بيه وباش نشده. لا، تبدلت النظرة هذه. الجباية يلزم يكونوا أكثر إنصات وأكثر قرب للمؤسسات باش نسمعوهم، باش نتبادلوا الآراء، باش تكون نظرة تشاركية. الحقيقة ما ريتش النظرة التشاركية هذه ما خدمتش مشروع الإصلاح الجبائي. كيفاش؟ وإنه كما ريتوا أنتم توا كل قطاع يجبد الروح، كل قطاع يحب ياخذ الامتيازات، كل قطاع يحب يمتاز بحاجة، على حساب شكون هذا الكل؟ يا على ميزانية الدولة أو على حساب الشعب التونسي. وهذا اللي لاحظناه. الناس تطالب اليوم بالتخفيض في الكوسيون اللي يحطوه وقت السيد يبدا في فيريفيكاسيون ابروفوندي، معناتها في مراجعه معمقه، يحب يدفع 10%. تو السيد ماهوش دافع الاداءات، ونزيدو نجيو نعطيه امتياز واحد اخر نقولوا له ما يسالش، نطيحوا له من 20% ل 10%، غير معقول. حقنا نحشمو، حقنا نحشمو، خاطر هذه اشياء، خاطر ما دفعش للدوله، معناتها بقينا ديما في نفس التمشي القديم. اللي ما يدفعش نحاول نسهلوا عليه، يا خويا اجا ادفع بركه، وكانه معناتها قريب باش نشحتوه، والناس اللي تدفع بالقدا تتعب بالقدا باقي ما عطيناهمش حتى امتياز. ثم افكار جابوها جديده كيما توا اللجنه السادسه او النقطه السادسه اللي داولناها اثناء الاستشاره الوطنيه حول الاصلاح الجبائي، واللي تهم
هذه احداث صنف جديد من القبضات وهم قباض الاداءات. الفكره هذه عام 2008 نجحت، سامحني فشلت في فرنسا عام 2008، خاطر عملوا فيوزيون بين الاداره العامه للاداءات والاداره العامه الحسبه العموميه والاستخلاص. في فرنسا ما عطاتش اكلها كما اليوم في تونس، نستغرب معناتها وكانه الاصلاح قائم فقط كان على الفيوزيون. نزيد نوضح النقطه هذه، ايش معناتها؟ معناتها ثم ناس عندها امتيازات وباقي تطلب في الامتيازات، وكانه معناتها مانيش نعمل في حاجه تشاركيه، وكانه نعمل في براد فير بيناتنا شكون ياخذ اكثر امتيازات. اور هذه غير معقول بالمره. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه وانه في مشروع الاصلاح الجبائي ما فيهش حتى اشاره للتمييز الايجابي لفائده المناطق المهمشه. في الاصل الجبايه تكون هي القاطره اللي يلزمها تجر عمليه التنميه واعاده توزيع الثروه، وهذا هي التمييز الايجابي. لكن اللي لاحظناه وانهم نفس النسق القديم باقي متوجهين فيه، وكاني بهم السيد اللي باش يستثمر في المناطق الساحليه والمناطق اللي هي بطبيعتها من نجم نقولوا معناتها خير من غيرها، والمناطق اللي اكثر مهمشه في تونس ما وقعش تشجيع الناس اللي باش تمشي تستثمر غادي. خاطر احنا اليوم في صدد احنا نحاربوا في الارهاب، الارهاب كيفاش باش تحاربوا؟ الجبايه هي تنجم تكون من اكثر الحاجات اللي تنجم تكون في صداره ان نحن نقاوموا الارهاب. كيفاش؟ اعاده توزيع الثروه. كي انا مستثمر كي نحبوا يمشي سيدي بوزيد ونحبوا يمشي لقاسرين، كيف ساحفزه؟ تحفيز من يمشي يجي؟ يا اما عن طريق الجبايه، هو راه موجود تحفيز هذا في اطار ما يسمى بمناطق التنميه الجهويه، الا انه هذه مناطق التنميه الجهويه ما عطتناش الحاجه اللي مرجوه منها، بل بالعكس كانت ملاذ امن لبعض الشركات، وهذه مؤاخذه كبرى. خاطر نعطيك مثال بسيط، طبيب مثلا او محامي او وقت اللي هو باش يشري مكان عمل ابارتمون باش يشري باش يخدم فيه، وقت اللي يكفي انه يصب تصريح بالاستثمار في وكاله النهوض بالاستثمارات باش يسجل بالمعلومه القائل، كيف طبيب سبيسياليست في الكاف ولا في القاسرين وين يموتوا شهداء نتاع الجيش الوطني واللي ما لقيناش شكون يداويهم، كيف تحبوا طبيب يمشي لك غادي وانت حتى الامتياز هذا كيفو كيف في اللاك كيفو كيف في المنزه كيفو كيف في النصر؟ اذا كان انا ما نوجهوش، اذا كان ما نسحبش الامتياز هذا من عند الناس اللي موجودين لهنا، او نوجد امتيازات جديده للناس اللي باش تمشي للبلايص هذيك، ما ساهمناش كقطاع جبايه في 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 التمييز الايجابي. هذه النقطه الثانيه، ما جاء به قانون الماليه التكميلي في اشياء غريبه، معناتها طبيب او المهنه الحره يكفي انه يدفع 2000 دينار باش ما تتمش مراقبته، وهذه حاجه المجلس التاسيسي صادق عليها بكل سهوله، عكس رفع السر البنكي اللي كان مطلب ضروري وموجود في كل دول العالم، معناتها ما تعدى المطلب هذايا الا بعد اخذ ورد وما تعداش بالصيغه اللي حبت عليها الاداره وبالسلاسه اللي باش تكون موجوده. دخلنا فيه القاضي والقضاء باش نجموا نرفعوا السر البنكي، معناتها ثم سهوله كبيره في ان نحن نعطيو ديزافونتاج للناس، وثم صعوبه كبيره باش نعطيو لي مويا لاداره الجبايه باش تراقب. هذه المؤاخذه الثانيه. وانا هنا ما نلومش كان على الاداره فقط، خاطر الاداره مالها الا طرف في اطار المجلس الوطني للجبايه، الاداره مالها الا طرف، ثم ناس اخرين معنا الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره، معنا لو جي تي تي، الاتحاد الاوردر نتاع ليزكسبير كونتابل. المفروض ان نحن نخمو كتونس، ما نخموش كقطاعات. هذه الخطا الكبير، ما نخموش كقطاع باش ناخذ امتياز اليوم باش من بعد يحب لك 10 سنين و15 سنه وانت تعارك فيه باش تعاود تنحي الامتياز هذاك.
ديما الأطراف الاجتماعية من المحمود أنها تكون موجود، كسواء الاجتماعية أو مكونات المجتمع المدني، من المحمود أنها تكون موجود، لكن بشرط ديما كما قلنا ما تكونش على أساس وإني أمور ولائية للقطاعات. معناتها الناس كي باش تحضر، طب أنا كمحاسبة عمومية كي باش نحضر، باش نحضر لأجل تونس، مش باش نحضر لأجل مصلحة المحاسب العمومي، ومرة كان مصلحة المحاسب العمومي أو الرأى كان مصلحة الإدارة ضد زاد الناس الأخرى، المؤسسات اللي هي تصنع لنا في الثروة واللي هي تدفع لنا في الأداءات. لا، يجب يكون في إطار فكر تشاركي، أنا نسمعك أنت شني مشاكلك وأنا نعطيك شني مشاكلي كدولة، احنا هون النقص عنا، هون الزيادة عنا، هون نجم نخفضه، هون من نجم ما نخفضوش. وإن شاء الله أنا متفائل إن شاء الله خير، خطر التجربة هذه باعتبارها أنها أول مرة تكون تجربة مفتوحة للجميع. صحيح ما خذتش كل الأشياء، وربما ما تنجمش تستوعب كل الأشياء، لكنها تجربة محمودة باعتبار ولات مفتوحة ويشاركوا فيها الناس. أكيد باش يجي الوقت اللي باش نشاركوا احنا وجمعيات أخرين بأكثر، إن شاء الله ديما نقول بأكثر مسؤولية. مهم جدا كي نقول أكثر مسؤولية، خاطر ما يلزمناش كما قلت لك نخمو بشكل قطاعي ولا بشكل مهني فقط، يلزم نخمو تونس، خاطر المغرب المركب هزنا الناس كل ما بعضنا، والهدف نتاعنا هو واحد، هو أن نصنع تونس جديدة، تونس باهية اللي نحبوها، تكون فيها العدالة الاجتماعية وتكون كل المناطق متوازنة إن شاء الله بإذن الله.